كنت أطرق الباب وأنا كسلانة. صير صحيح صير صير فيه 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 قضية الاستهتار بالسبب حاضرة صراحة، ويؤسفني أني أقول أنها حاضرة عند بعض الأشخاص المهتمين بالوعي. يؤسفني أنهم يعني كثير يؤمنون بفكرة أنه الجذب ما فيها سبب. ما أعرف شلون، ما أعرفها ولا سبق أني يعني أؤمن بقانون المعجزات، وهذه حالة استثنائية لا ما المفروض أنك أنت تتبعها طول حياتك. لا، هي حالة استثنائية، أنت تمشي بحياتك بالقوانين الطبيعية اللي تمشي على كل الناس، لأنك واحد من الناس، لأنك واحد من الناس مهما كانت قدراتك وإمكانياتك، أنت واحد من الناس وأنت في التجربة الأرضية، فتمشي عليك القوانين اللي ماشي على كل الناس. فالسبب قانون كثير مهم، كثير مهم أنه أنت تحط السبب. صحيح أنه مرات السبب يكون بسيط أو قليل، مرات يكون أكثر شوية، بس عمر ما كان السبب هو الرئيسي في القصة. عمر ما كان السبب، بعد هذا تطرف آخر. لكنه ما يكون في سبب كثير، وهذه صراحة حتى أساءت للمجال، إنه أنت يعني منسدح في السرير وكذا وتجذب تغمض عيونك وتجي الفرار الحمراء وتفتحها وتلقى الفرار الحمراء موجودة. لا يمكن يعني بالقوانين الطبيعية. تقول لك كل هالمعيقات في ليش حط النية مدام في كل هالمعيقات وكل هالقصص؟ الحين ما أشوفهم في قصص واجد. يعني بس أنا عشان شرحتها، لما أشرحها بطريقة فكرية وطريقة فلسفية بتطلع كذا موضوع تفصيلي وكذا. أنت ممكن يعني تحطين النية بكرة تتجلى. أسرع من شرحي، ممكن نية تتجلى أسرع من شرحي. أنا ظل أكثر من الساعة أشرح الموضوع، ممكن نيتك تتجلى أسرع من شرحي. أنا ما أبغى من شرحي إنك تحسين إنه النية قصتها طويلة بتروح وبترجع وما أدري. موضوع بسيط، مشاعر متوازنة، فكرة صحيحة، سبب، حماية طاقية، روح تستأذن وبعدين يرجع الموضوع ينعاد مرة ثانية. ما في شيء معقد، ما في شيء معقد، بس الناس هم يعقدون الموضوع. البشر هم معقدين، هم يعلقون لك في فكرة، يعلقون لك في مشاعر غضب ولا مشاعر خوف ولا مشاعر. تقولها يا عمي طيب روح اشتري كتاب، اشتري كتاب ب50 ريال عاجل خوف. تضحكون علي؟ عجيب عجيب، شلون اشرح الموضوع؟ حياتك كلها ضاعت عشان موضوع الخوف، حياتك كلها ضاعت عشان مشاعر غضب. 50 ريال هي القصة اللي الحين بتصير عليها الخدعة والخطة؟ روح اليوتيوب على الأقل بلاش. لكن هم كذا الناس، هم يعقدون الأمور. صدقيني إنهم في كثير من الحالات الناس يعرفون إن عندهم مشكلة لكن ما يتخذون خطوة لعلاجها. بالتالي النية ما هي معقدة، النية هي بس شوية مشاعر، شوية تفكير، شوية سبب. زي ما احنا طبيعيا لما أبغى أشرب موية أروح أجيب لي موية، أبغى أشرب شاي أسوي لي الشاي. تقول لي إيش هالتعقيد؟ إذا بنسوي الشاي لازم نروح نسوي الشاي؟ خلاص بلاش شاهي مدام اني بسوي شاهي. بس تبغي شاهي سوي شاهي. موضوع بسيط جدا، بس احنا نعقد الامور، احنا نعقد الموضوع جدا بسيط. فلا تاخذي الموضوع اني انا طرحت الموضوع بوقت طويل ولا اني جزأت لك الموضوع، اني فصلت عشان تفهمين، عشان بس تستوعبين التفاصيل الدقيقه اللي جواتك كيف تصير وكيف تشتغل. هذا هو دوري وهذه رسالتي، يعني انا اوضح لك هذا الشيء. بس ما يعني انها على ارض الواقع صعبه لهالدرجه. وعلى فكره في كثير ناس بالعكس بيقولون او والله الحمد لله انا فهمت عندي الخلل في هالنقطه، او فهمت عندي الخلل في هذه الزاويه، خلص الموضوع الان صار الموضوع اسهل بكثير. كيف احمي النيه حقتي من التلف والانهيار؟ على حسب المستوى، هي وين الموضوع. انت تتكلمين على المستوى الطاقي، على ما يبدو مستوى الطاقي تقومي بحمايات طاقية. انت وين انت؟ انت مسيحية، مسلمة، يهودية، بودست، وش مذهبك في الدنيا؟ شوفي الطرق اللي تؤمنين فيها، الطرق اللي تؤمنين فيها وتحميك طاقية. شوفي الطرق اللي تؤمنين فيها وتحميك طاقية. راح تجدين كثير من القصص في كل مكان، لكن تبعي ما تؤمنين فيه، تبعي الطريقة اللي تؤمنين فيها لهذه الحماية. لكن لما تكون على المستوى فكري، مشاعري، مادي، كلها مرتبطه بنفس المستوى، بنفس الجسد، تحفظين
النية على المستوى المادي بالحفاظات المادية. إيش تتطلب الحفاظات المادية؟ أني والله أروح أسجل مثلا المشروع في مكان ما، أروح أسجل الحقوق في مكان ما، أخبي هذا المشروع ما حد يعرف عنه عشان ما حد يسرق مني مثلا، اللي هي الطرق اللي ندركها إحنا كبشر في الحمايات المادية أو الحمايات الفكرية أو الحماية المشاعرية. بعض الأشخاص يعني عنده نية كثير جيدة، كثير قوية، كثير رائعة، ماشي فيها، مضبط الأمور المادية، مضبط الأمور الفكرية، فجأة أنت تتخذ قرار طلاق، تقول أنا سنة 2021 أنا قررت الثراء والطلاق. ثراء وطلاق شلون؟ شلون؟ ثراء من أصعب الكارمات في الحياة، كارما الثراء يبغى لها مشاعر ممتازة وتفكير صحيح وسليم ومادة وشغل وسبب، ويبغى لها حماية طاقية أقوى من غيرها، ويبغى طلاق كذا فجأة يعني تفكيك للاتصالات الطاقية والمشاعرية والمادية. طب خلاص خليها طلاق وبعدين أجلي الثراء. ليش؟ ليش 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 تبهدلين بنفسك هالبهدلة؟ ليش تدخلين في تحدي؟ لا هذا بيشتغل صح ولا هذا بيشتغل صح. فبالتالي أنا أحمي نية الثراء إذا كنت أنا أبغاها أني ما أطلق هالسنة صراحة. خلني أكون ثرية بعدين أطلق، عاد وقتها يمكن بعد كل واحد يغير رأيه. لأنه لما أنت تكون على مستوى معين من الثراء، كثير من الأشخاص حولك يتغيرون، تغير وجهة نظرهم فيك. فيمكن أصلاً كل الطلاق كله تصير فكرة يعني سخيفة غير مهمة، أقصد بالنسبة لك في تلك اللحظة يعني. أو أنك تقول خلاص والله أنا بطلق السنة هذه، يعني أنا بنشغل في موضوع الطلاق وبحافظ على جسد المشاعر من الانهيار، وجسد الفكري من التشتت، وجسد المادي من تبعات الطلاق. يعني أنت مو سوبر مان ولا سوبر وومن. خلاص بطلق بطلق، خلني أحمي هذه النية وحافظ عليها ووصلها لبر الأمان وتتم وننتهي القصة هذه ونقول شكرا وبعدين ننتقل لنية أخرى. فهذه برضو أحد طرق الحماية للنية، لأنه أنت توقت لها التوقيت الصحيح، تختارها بشكل مناسب ولا تبهذلها مع نوايا أخرى. يعني شخص يحط نوايا يقول أنا والسنة الجاية الثراء ودرجة الدكتوراه وجيب لي 10 أطفال ومسوي كذا وأهاجر وما أعرف، بسم الله الرحمن الرحيم، واو، يعني هذا حتى الروبوت في 2021 ما يسويها. مو لهالدرجة يعني، أوكي، يعني مو لهالدرجة يعني، صح إنك يعني ماخذ كورس ولا ماخذ يعني كاتب أهداف وكذا، بس يعني ترى أنت لسه إنسان، أنت لسه بشر. سوري يعني نعتذر منك، ترى ما زلت جهة التجربة الأرضية، ما عندك يعني ما عندك أكثر من كذا. فبرضو إحنا نحمي نوايانا من إنه يعني نضعها في وقتها المناسب، طريقتها المناسبة، بحجمها المناسب. هل الزمكان له علاقة باستقبال النوايا العالقة؟ يس، بدون أدنى شك، خصوصا المعلقة مش العالقة، اللي نازلة مو اللي طالعة. لأن اللي طالعة كثير بتعتمد على الجهد اللي انت تحطه، جهد فكري، جهد مشاعري، جهد طاقي، جهد مادي، وهي طالعة. وهي نازلة تعتمد كثير كأنها أرضية، ان انت بس تجهز تجهز تجهز، خصوصا المجال الطاقي. وهي نازلة اوه وين الزمكان الممتاز. مرات يمكن تكلمت عن هذا الموضوع قبل، يكون عندي مثلا شخص عنده صوت كثير جميل وبذل جهد مادي حتى يكون مغني، وفكر بالفكرة وشاف الفكرة جيدة، وعنده مشاعر كثير متزنة، وعنده طاقة جيدة، والروح تقبل بهذا الشيء وقالت يس. وبعدين بينزل الموضوع، النية تبغى تتجلى، تبغى مجال طاقي تتجلى فيه، تبغى مكان تتجلى فيه، بس هو موجود في مكان فات عليه الزمن انه يكون مغني، ما عاد أحد يتقبل أن يكون مغني من هذا المكان، وصعب كثير. فتعلق، تكون معلقة مش عالقة، أهم. تبغى تنزل، تبغى تلقى الموقع. أحس أبغى أعيد تأمل تصحيح النية وأنا خلصت الدورة وكتبت الأهداف، ينفع أعيد؟ إيه عيدي عادي، عيدي مرة واثنين وثلاثة لما تحسين أنه
دن خلصت هذه المهمة، انتهت انتهت سويتها دن نقطة. هل الدعاء نية؟ طبعا بدون أدنى شك، بدون أدنى شك، وتجري عليه كل الكلام اللي احنا قلناه. يعني لازم يبذل فيه سبب، يعني يا ربي يقبلوني كلية الطب، يا الله يا رب يا واحد يا أحد يقبلوني كلية الطب. طب رحت قدمت، فنفس القصة، لازم سبب، لازم الفكرة، لازم المشاعر، لازم كل القصة. هي تنتمي للجسد الفكري. ماكو مشاعر تجاه الهدف، أترك في احتمال أنك غشيت من البنت اللي بجنبك، في احتمال، وفي احتمال أنه جالك تغشيش من الجسد الطاقي. فأنا ما أبغى أفوت الفرصة على هذه النية أنها ممكن تكون قادمة من مكان مهم وأحرقها لأنها ما حسيت مشاعرها. مرات تكون النية في بداياتها مشاعرها عادية، لكن المهم أنها ما تكون مشاعر مضادة يعني سلبية. هذا المهم بالنسبة لي. يعني إذا بتقولين لي عندي هدف، أنا ما غشيته من أحد فور شور، فكريا أنا ما غشيته من أحد، مشاعريا عادي، أكمل ولا أترك؟ أقول كملي كملي كملي، مدام الفكرة تجلت على المستوى الفكري أبغى شوية أحترمها، ومدام ما عندها مشاعر مضادة أبغى أحترمها شوي، أي أبغى أعطيها فرصة، أبغى أعطيها وقت شوي، بس راقبي في الطريق، راقبي. تقلبت المشاعر، صار فيها خلل طاقي، صار فيها بيبا مسكرة، خليها على طول. هل الأذكار تحمي أهدافي الطاقية؟ يعني ما قلتي ذكر معين، في أذكار مخصصة للحماية، بس مش كل الأذكار للحماية، في أذكار مخصصة للحماية. فلازم تراجعين هذا الموضوع.